أخبار اليوم. المطلوب أكتر من كده. 50,000 وحدة و100,000 وحدة و200,000 وحدة في السنة لا تساوي المطلوب، وإلا يبقى احنا هنفضل نبقى شايفين بلدنا عبارة عن بناء عشوائي. هنا حطينا مواصفات محترمة وحطينا مناطق رياضية ومدارس وحضانات ودور عبادة وكل حاجة ممكن يعني يتمناها الإنسان المصري، اللي احنا عايزين نساعده على ان هو الأسر نساعد الأسر على بناء أولادها. لما بنعملش كده بتبقى عبارة عن شكل تاني خالص من المساكن، شكل تاني خالص من المساكن. أنا بتكلم الكلام ده ليكم، لكل اللي بيسمعني في مصر، لأن احنا اتفقنا على المصارحة والشفافية والأمانة، مش حاجة تانية. اللي احنا بنعمله ده مش كفاية، اللي احنا بنعمله ده هيؤدي إلى مزيد مش مزيد، إن هو لن يلبي ولن يوقف البناء العشوائي في الدولة المصرية إذا ما كناش نتصدى لقضايانا بجد. والتصدي دي معاناة، التصدي الحقيقي معاناة. يعني أنت النهاردة بتقولي 256,000 و101,000 قبل كده، مش كده؟ أيوة. مش هيكفي، احنا زودنا 100,000 في الإسكان الاجتماعي، مش كده يا فندم؟ أيوة. طيب يبقى هنزود 100,000 أخرى فين؟ في الإسكان اللي هو الإيه؟ الإسكان ده اقتصادي مش كده؟ أيوة. 100,000 تاني ليه؟ عشان نحاول نقلل. وأرجو إن احنا نضع ده في الاعتبار، احنا ما بنهدرش إمكانياتنا مواردنا كده، بس كمان لازم كل المصريين يسمعوا ويشاركوا معانا في مواجهة التحديات اللي بتقابل بلدنا. لما بقول 100,000 وحدة سكنية منين يعني؟ لو الوحدة بتتكلف 100,000 جنيه يبقى احنا بنتكلم في قد ايه؟ 10 مليار، مش كده؟ لو 150,000 جنيه هتتكلف 15 مليار. ده احنا انا توقفت قدامه، وتوقفت قدام نقطتين موجودين هنا، وقصدت ان احنا نكون دلوقتي كل المصريين سمعنا وهيسمعونا على امتداد النهارده، ولازم يعرفوا، لازم يعرفوا حجم الجهد وحجم التحدي المطلوب عشان نقدر نتغلب وتبقى في بلدنا امل حقيقي للناس.